أول من قال بالجاذبية الأرضية قال أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة المتوفى سنة 280 هجرية في كتابه المسالك والممالك صفحة 4. صفة الأرض سنة 280 توفى، صفة الأرض أنها مدورة كتدوير الكرة، موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة، والنسيم حول الأرض جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك، وبنية الخلق على الأرض أن النسيم جاذب لما في أبدانهم من الخفة، والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل، لأن الأرض بمنزلة الحجر الذي يجتذبه الحديد، يعني المغناطيس. فإذا قول أن نيوتن هو أول من قال بالجاذبية ليس صحيحا، أول من اكتشف الجاذبية الأرضية المسلمون، ولكن هو وضع القوانين، قوانين الجاذبية الثلاثة المعروفة.